صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، فما هو المراد بتحقيق التوحيد؟ تصفيته من الشرك الأكبر والأصغر، ومن البدع ومن المعاصي، هو تحقيق التوحيد. وهذه درجة المقربين الثابتين الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. نعم.